من بعد ما لمبة إديسون كانت السبب في إننا نشك في طبيعة الذرة وبالتالي طبيعة كل حاجة موجودة حوالينا، كان لازم الشك ده يتحول ليقين. إحنا إيه؟ إحنا إيه؟ هل إحنا فعلا حقيقيين وأجسامنا دي حقيقية؟ ولا إحنا مجرد موجات واضطرابات في فضاء الكون؟ وبالتالي ما كانش في موضوع أهم من كده يستاهل إن العلماء يدوروا وراه. العلماء فكروا يعيدوا نفس التجربة اللي اتعملت في القرن ال17 وبينت ان الضوء عبارة عن موجة، لكن المرة دي قرروا ان هم يعملوها على الالكترون. التجربة دي اسمها تجربة الشق المزدوج، والتجربة دي كانت بمثابة التعويذة اللي طلعت الجني من المصباح. توماس يونغ سنة 1801 جاب حاجز في فتحتين بالطول، او يعني زي ما بيسموهم شقين، ومرر من خلالهم ضوء واستقبل الضوء اللي مر ده على حاجز تاني ولاحظ شكل الضوء المتكون. كان من المفترض ان الضوء اللي نيوتن اعتبره زي البلي يمر من الفتحتين ويرسم خطين على الحاجز التاني مكان الفتحتين اللي مر منهم، لكن مش ده اللي حصل. الضوء مر من الفتحتين وظهر على الحاجز التاني على شكل مجموعة من الخطوط المضيئة بيفصلها عن بعض مجموعة من الخطوط المظلمة. توماس يونغ قال تفسير ده حاجة من الاثنين، يا اما الحاجز ده مسكون، يا اما نيوتن كان غلطان والضوء ملوش جسم وعبارة عن موجات. طبعا مفيش حاجة اسمها مسكون يعني اللي بره. طب ليه بقى يونغ لما شاف الشكل ده قال ان الضوء عبارة عن موجات؟ لو جبنا مثال لموجة مية هنلاقي ان اضطراب بيحصل للمية وبيحركها لفوق ولتحت، بمعنى تاني انه بيعمل لها قمم وقيعان. لو جيت عملت موجة تانية قريبة من الموجة الاولى هيحصل ان هما هيتدخلوا مع بعض. لو قمة الموجة الاولى قبلت قمة الموجة التانية الاتنين هيركبوا على بعض ويكونوا موجة عالية ويسموا الموجة في الحالة دي موجة بناءة. انما بقى لو قمة الموجة الاولى قبلت قاع الموجة التانية الاتنين هيلغوا بعض تماما وكأن مفيش موجة من الاساس، وهيسموا الموجة في الحالة دي موجة هدامة. بالتالي توماس يونغ قال ان الضوء موجة لان موجة الضوء لما عدت من الفتحتين كل فتحة فيهم كونت موجة جديدة والموجتين اتشابكوا مع بعض ورا الحاجز. لما قمة قبلت قمة كونوا قمة كبيرة وعملوا موجة بناءة وظهرت على الحاجز التاني كخطوط مضيئة، ولما قاع قابل قمة الاتنين لغوا بعض وعملوا موجة هدامة وبالتالي ظهرت على الحيطة كخطوط مظلمة. ودي نفس فكرة الاكتيف نويز كانسليشن اللي بتشتغل في الموبايل. الموبايل بيبقى فيه مايك صغير بيستقبل الباك جراوند نويز اللي حواليك، ياخدها يوديها للبروسيسور، البروسيسور بيقيس الترددات بتاعتها ويرجع يدي اوامر للسماعة انها تطلع موجات صوتية بنفس الترددات. بعد كده البروسيسور بيركب القمم بتاع الموجات الاولى مع القيعان بتاع الموجات التانية وبالتالي بيلغي الضوضاء اللي حواليك. ولو انت بتتكلم في الموبايل وواقف في فرح واللي في الناحية التانية بيسمعك مش هيسمع حاجة من الكلام ده اطلاقا. العلماء بقى قرروا ياخدوا تجربة يونغ وبدل ما يعملوها على الضوء يعملوها على الالكترون عشان يشوفوا هل هو جسيم وشبه البلية زي ما تومسون ورازرفورد ونيلز بور ما قالوا، ولا هو عبارة عن موجة ملهاش جسم زي دي بروين وشرودينجر وماكس بورن ما قالوا. سلطوا سلم الالكترونات على الشقين وراحوا بصوا على الحيطة، لقوا نفس نمط التداخل اللي كان بيعمله الضوء، خطوط مضيئة جواها خطوط مظلمة. إذن الإلكترون هو كمان موجة. لكنهم قبل ما يلموا العدة ويروحوا فكروا بدل ما يضربوا الإلكترونات سيل من الإلكترونات مرة واحدة يضربوا الإلكترونات ديت واحد ورا التاني ويروحوا يبصوا على الحيطة ويشوفوا النتيجة النهائية. كل ما يضربوا إلكترون يلاقوا ان هو بيظهر على الحيطة في شكل نقطة مضيئة او في شكل بلية. احيه امال فين التداخل؟ يضربوا الكترون تاني يلاقوه برضو بيظهر على الحيطة في شكل بلية، لكنهم بعد عدد معين من الالكترونات لقوا ان الالكترونات اللي كانت بتظهر على الحيطة في شكل بلية دي كونت نفس نمط التداخل بتاع الموجة. لا حول ولا قوة الا بالله. انت ايه يا عم انت؟ شيطان ولا ايه؟ قالوا بصوا ابن الورمة ده احنا هنحط له جهاز يراقبه عند فتحة من الفتحتين، كل ما هيعدي من الفتحه دي الجهاز هيدي صفاره. رجعوا ضربوا الالكترونات واحد ورا التاني لقوا ان الجهاز ادى صفاره نص عدد المرات، معنى كده ان نص عدد الالكترونات عدى من الفتحه اليمين ونص عدد الالكترونات عدى من الفتحه الشمال. ولما راحوا يبصوا على الحيطه لقوا ان الالكترونات ادت خطين اتنين بس وما اداش نمط التداخل المعتاد اللي هو الالكترون بيقول لهم انا مش موجه غجر، لا انا ما عدتش هصرخ خلاص، انا حقيقي بفكر اعمل حاجه ثانيه. واحد من اللي قاعدين قال لك ما يمكن الالكترون ده عارف ان احنا بنراقبه، احنا نروح نشيل الفيشه بتاعت الجهاز ونسيب الجهاز زي ما هو ونضرب الالكترونات ونروح نبص على الحيطه. شالوا الفيشه وضربوا الالكترونات وراحوا بصوا على الحيطه لقوا نمط التداخل بتاع الموجه رجع من جديد. الالكترون طلع لهم لسانه وقال لهم انا عارف انكم شلتوا الفيشه. الكلام ده خطير، معنى كده ان الالكترون
وهو مش متراقب بيكون في صورة موجة أو مش موجود، أول ما بنراقبه بيتحول لجسيم أو بيتحول لبلية، وبالتالي المادة هي كمان لو أنا مش مراقبها فهي عبارة عن موجة، وأول ما ببص عليها بتتحول لجسيم أو بتاخد شكل جسمها أو بتتوجد. إيدي دي موجودة لأن أنا شايفها وأنتوا شايفينها، لكن لو أنا حطيتها ورا ظهري كده ما عادش حد مراقبها، كده بقت عبارة عن موجة، بقتش موجودة. طيب إيه العمل في الموضوع ده؟ العلماء اتلموا حوالين بعض زي لعيبة الكرة قبل الماتشات، وقرروا إنهم يتأمروا على الإلكترون ولا كفار دار الندوة لما كانوا عايزين يقتلوا النبي. قالوا خلاص إحنا المرة دي هنحط الجهاز اللي بيراقب ورا الفتحتين، بحيث إن الإلكترون يعدي من الفتحتين في صورة موجة، لأنه عارف إن محدش بيراقبه، وأول ما يعدي من الفتحتين كل فتحة تكون موجة جديدة ويتدخلوا مع بعض ويكون نمط التداخل حتى لو الجهاز بيراقبه ورا الفتحتين. ولكن لما عملوا الكلام ده وراحوا بصوا على الحيطة لقوا ان نمط التداخل ما ظهرش، واللي اتكون خطين اتنين بس. معنى كده ان الالكترون بعد ما عدى كموجة عرف ان هو متراقب، رجع غير في ماضيه، وبعد ما كان هيعدي كموجة حول نفسه لجسيم وعدى من الفتحتين كجسيم وظهر على الحيطة خطين اتنين بس. وكده فاللي عايزين يقولوه ان المستقبل يقدر يغير من الماضي. وزي ما قلنا ان ما ينطبق على الاجسام المتناهية في الصغر زي الالكترون من المفترض ان ينطبق على الاجسام المتناهية في الكبر زي حضراتي وزي حضراتكم. وبالتالي لما تقابل حد غريب ما تعرفوش وتقول له انا حاسس ان انا شفتك وعرفتك قبل كده، من الوارد جدا انك تكون عرفته وعشت معاه، ولكن حصلت حاجة في المستقبل قدرت انها تغير من الماضي. في ظاهرة مشهورة جدا اسمها الفولس ميموري او الذاكرة الزائفة، بتحصل لما ناس يحكوا عن حاجات وذكريات حصلت لهم في الماضي هم ما عاشوهاش قبل كده، ليه ما يكونوش عاشوها فعلا؟ طب يا جدعان حد يفهمنا اللي بيحصل؟ فطلعت مجموعة من التفسيرات تحاول انها تشرح الكلام ده. من اشهر التفسير اللي طلعت تفسير اسمه نظرية العوالم المتعددة. مجموعة من العلماء قالوا ان لكل جسيم موجود في نظير له موجود في كون موازي، والاكوان دي بتتداخل مع بعضها في حالة اني ما سألتش انا موجود في اي كون من الاكوان دي، لكن اول ما ابدأ اسأل انا موجود في اي من الاكوان دي، او بمعنى تاني ابدأ ارصد او ابدأ اراقب، الاكوان المتوازية كلها بتختفي وبيتوقع الكون اللي انا عايش جواه، وبكده بيختفي نمط التداخل مع المراقبة. الموضوع بالظبط زي ما يكون في عربية داخلة مفترق طرق، وكل طريق فيهم موجود في كون مختلف. لو انت مش مراقب العربية فالعربية هتمشي في الطريقين في نفس التوقيت. اول ما ترصد العربية وتبدأ تسأل عن الكون اللي انت عايش فيه، بالتالي هترصد كون واحد فقط اللي هو الكون الحقيقي او الكون اللي انت موجود فيه، والكون التاني هيختفي او مش هيتداخل معاه، كأنه مش موجود بالظبط. والموضوع ده بيعني انه مش بس بيخلق من الشبه 40، نشوف بقى جسمك فيه كم ذرة وكل ذرة فيها كم الكترون، وكل الكترون له نظير في كون موازي، وبالتالي في مليارات النسخ منك في اكوان موازية. حلاوتك! لكن لحسن الحظ الصنف ده ما حسي على ثقة الغالبية العظمى من العلماء لحد ما ظهر تفسير تاني او تفسير كوبنهاجن. حلو، هنسمع بقى كلام محترم. في تفسير كوبنهاجن قالوا يا جماعة مفيش حاجة اسمها مكان، والالكترون عبارة عن موجة طالما الالكترون مش متراقب، اول ما بيتم رصده او مراقبته بيتم تحديد مكانه. قالوا ماشي خلاص هنصدقه، امين. قولوا لنا بقى ايه طبيعة الموجة دي والالكترون موجود جواها فين؟ قالوا ايه ده، واحنا ما قلنالكوش؟ لا بجد ما قلنالكوش؟ طب احلفوا ما قلنالكوش والله. الموجة دي مش موجة حقيقية، الموجة دي موجة من الاحتمالات مش موجودة. قمة هذه الموجة ليست قمة حقيقية، ولكنها أقصى احتمالية لتواجد الإلكترون الغير موجود في الوقت الحالي، ولكنها أقصى احتمالية لتواجد الإلكترون حين يتم رصده. أهي سهلة. وحينما تنزل هذه الموجة من القمة دريجين دريجين دريجين، أي أن تقل معها احتمالية تواجد الإلكترون أيضا حين يتم رصده. لذلك لما ضربنا الإلكترونات منفردة واحد ورا التاني كانت بتسجل على الحيطة نقطة مضيئة واحدة حتى وهي مش متراقبة، لأنها كانت بتسجل احتمالية واحدة لتواجد الإلكترون. لكن بعد ما ضربنا عدد كبير من الإلكترونات واحد ورا التاني سجلت على الحيطة الاحتمالات المختلفة لتواجد الإلكترون في الموجة. وطبعا هيسأل وكيف لموجة وهمية أن يكون لها كتلة حيث أن الإلكترون له كتلة؟ أقول له تريث ولا تتعجل، هذا ما ستعرفه لاحقا في حلقة الكوانتم فيلد. أينشتاين طبعا كان بيسمع الكلام ده ومش داخل ذمته ببصلة،
ازاي الرصد او المراقبة هي اللي بتخلق الوجود، وقال جملته المشهورة: انا احب ان اعتقد ان القمر موجود حتى عندما لا انظر اليه. شرودنجر كان واقف قال له: خد بس تعالى اينشتاين انا فاهمك. لو انا عندي صندوق وجواه قطة وجواه غاز سام جواه ازازة ومادة مشعة وجهاز بيقيس الاشعاع وشاكوش، بحيث ان لو الجهاز قاس الاشعاع يتحرك، يحرك الشاكوش، يكسر الازازة، يطلع الغاز السام، يموت القطة، في أي وقت أنا حطيت القطة جوه الصندوق وقفلت الصندوق فالقطة هتموت، لأن الجهاز في أي وقت هيقرأ إشعاع وهيحقق السيكونس اللي احنا اتفقنا عليه، إلا إذا حطيت ذرة عنصر مشاع واحدة فقط. كده أنا دخلت في احتمالات، ومادام دخلت في احتمالات فأنا ما عدتش قادر إن أنا أقيس أو أرصد، وبالتالي ما عادش حاجة حقيقية. بس الأول تعالوا نشوف إزاي لما استخدمت ذرة واحدة انا كده دخلت في احتمالات. اي مادة مشعة بتحول نص كتلتها الاشعاع خلال فترة زمنية محددة اسمها فترة نصف العمر. لو انا عندي كيلو من مادة مشعة وفترة نصف العمر بتاعها عبارة عن ساعة، فبعد الساعة دي نص كتلة المادة المشعة هتتحول لإشعاع، يعني الكيلو بعد ساعة هيبقى نص كيلو، وبعد ساعة تانية هيبقى ربع كيلو، وهكذا. لو انا خدت ذرة واحدة وكان فترة عمر النصف بتاعها ساعة، فانا مش عارف الذرة التانية اللي كانت معاها اتحولت لإشعاع امتى، وبالتالي الذرة اللي معايا دي ممكن تتحول لإشعاع في أي وقت خلال الساعة، ممكن بعد 5 دقايق، ممكن بعد 10 دقايق، ممكن تاخد الساعة بالكامل. ومادام أنا مش عارف الذرة هتتحول لإشعاع إمتى، فبالتالي أنا مش عارف القطة هتموت إمتى، وبالتالي أنا كده دخلت في احتمالات ودخلت جوه مصيدة الكم. لو أنا خدت الذرة دي وحطيتها مع القطة وقفلت الصندوق، فبالتالي في خلال الساعة دي القطة هتبقى عايشة ومش عايشة، إلا إذا قررت إن أنا أفتح الصندوق وأبص على القطة، وقتها القطة هتختار حالة من الاتنين، يا إما تكون عايشة يا إما تكون مش عايشة، وهو ده عالم الكم يا أينشتاين. طيب إذا كان الوعي أو الرصد هو اللي بيوجد الأشياء، فهل لو اختلف الوعي أو الرصد هل هتختلف طبيعة الأشياء؟ ده كان سؤال مهم المفروض تجاوب عليه ميكانيكا الكم. وفي سؤال جدلي تاني هنعرف إجابته الحلقة الجاية: هل الإنسان مخير ولا مسير من وجهة نظر ميكانيكا الكم؟ فلو انتوا عايزين تعرفوا اجابة الاسئلة دي وتتابعوا معانا بقية السلسلة، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، وتشتركوا في قناة اليوتيوب، وتعملوا سيفيرست على الفيس. سلام.